مرحبا بمحمد طويل اللاعب السابق لفريق اجاكس بريتر ومنتخب كرة القدم داخل القاعة والان مدرب فريق الاستاد المغربي الرباطي. كيفاش قربنا في تتويج المنتخب المغربي بكأس افريقيا للمرة الثالثة على التوالي ومشاركة المرة الرابعة بكأس العالم كرة القدم داخل الصالة؟ من مدينة قنيطرة التحت بفريق اجاكس في 1900 حارس مرمى 89 حارس مرمى، لاعب دولي سابق، لعبت عدة كؤوس عالمية، عدة مشاركات أوروبية، عدة دوريات على صعيد عالمي والقاري، كأس أمم إفريقيا، كذلك نهائيات كأس العرب مع ضد مصر في مصر في 97. مدرب سابق لفريق اجاكس سابو القنيطري قصر كبير، وكذلك الواجهة أدعم أن تنشغل مع فريق صد المغرب الرباط. مرحبا بمحمد طويل اللاعب السابق لفريق اجاكس بريتر ومنتخب كرة القدم داخل القاعة والان مدرب فريق الاستاد المغربي الرباطي. كيفاش قربنا في تتويج المنتخب المغربي بكأس افريقيا للمرة الثالثة على التوالي ومشاركة المرة الرابعة بكأس العالم كرة القدم داخل الصالة؟ السلام عليكم. الحمد لله احنا كنا جد واثقين من تتويج المنتخب الوطني بكأس افريقيا المرة الثالثة على التوالي نظرا للعمل الذي يقوم به سي هشام دقيق على الصعيد الوطني، وكذلك اللاعبين الممارسين الممتازين ديال الفريق المنتخب الوطني. احنا كنا جد مسرورين، وهذه عندنا دفعة كبيرة بالنسبة للفرق الوطنية اللي تلعب كرة مصغرة سواء القسم الأول أو القسم الثاني. بالنسبة لتتويج اللقب والتأهل إلى كأس العالم مع الرابعة التوالي فهذا كان منتظر، كان خصنا نتأهلوا باش نحسنوا الوضعية الترتيب العالمي ونقدر إن شاء الله نحسنوا من الرتبة، وكذلك ربما نمشيو إلى أبعد نقطة ممكن إن شاء الله. محمد طويل كانت تعمل مدينة قنيطرة ومارس شاركت في كاس سميتو كاس افريقيا مع سميتو كاس مع منتخب المغرب سابقا، شنو اللمسه اللي قدمها هشام بكيك ملي اصبح كيتربع عرش كره القدم القاري الافريقيه، وشنو الاضافه اللي عطاها تقريبا؟ بحكم التجربه ديالي المتواضعه كمشاركات عده مشاركات في كاس العالم وكذلك كاس امم اوروبا على مع فريق اجاكس القنيطري انذاك، وكذلك كاس العرب اللي تقام في 97 و98 في مصر، الاضافه اللي عطى سي هشام بكيك انه عندما شارك المنتخب في تايلاند 2012 كنت تابعت المقابله انذاك تما في تايلاند، اول تغيير دار هشام وهو دار تاطير المدربين ديال الفوتسال بالدرجه الاولى، من بعد ذلك تم قام بتشجيع البطوله على السيد الرئيس فوزي القشاع المشكور اللي حول الكره على عقبها في اقرب وقت ممكن وجيز. ثانيا حاول انه يركز على القاعات ديال الفوتسال باخي، هذا انجاز كبير تيقوم به سي هشام اللي خبير دولي، يعتبر خبير دولي يعني هو هنا في التحول الكره بدات من سي هشام ديك اللي اول اطر المدربين بعدا هما الدرجه الاولى باش يطلع النيفو ديال الفرق، وعاد الثاني شاف يعني دورات تكوينيه قمنا بعده، هذا هو اللي خلى سي هشام ينجح 100%. قوي المنتخب المغربي في هذه المشاركه ديالو ديال التوج بها استطاع يسجل 37 هدف وتلقى فقط 6 اهداف، كيف كيعتبر اقوى دفاع واقوى هجوم، وكل منتخبات كتضرب على حساب المنتخب الوطني. وكما قلت لك بان الايقاع اللي تيقوم به سي هشام هو اللي خلى يكون اصابات كثيره وكبيره، وهنا تيخلي الفريق في العياء، وهذا هو تيخلي حتى المرمى تدخل يعني اقل اهداف. وما ننساش ان عندنا حراس كبار كعبد الان بي دابا تبارك الله راه غادي في وتيره مزيانه، وما ننساوش السير الداخلي، كذلك مدرب حراس مشكور السير ربيع الزهري تيقوم بعمل جيد. الحمد لله هاد الاهداف الكثيره اللي سجلها المنتخب راجع العمل اللي تيقوم به سي هشام. شي كلمه اخيره في حق الخبير الدولي هشام وباقي اللاعبين والطاقم التقني المرافق ديالو؟ بكل صراحه تنشكروهم جزيل الشكر على العمل اللي قاموا به وعلى الانجاز اللي فرحونا وتنسونا في الماضي اللي عشنا احنا كاجاكس وكمنتخب مغربي. الحمد لله احنا نتمناو مزيد من الاعطاء والعطاء ونفرحوا الشعب المغربي والامه العربيه، وكذلك ولما لا تتوج كاس العالم ولما لا تتوج لقب كاس العالم باذن الله ان شاء الله. واحد